بعد ساعات من المفاوضات اتفقت تشيلسي وباريس سان جيرمان على صفقة إعادة حكيم زياش دون خيار الشراء إلى النادي الفرنسي، لكن الأمور انهارت في النهاية بشكل عجيب للغاية. تشيلسي قام بإرسال الأوراق المطلوبة في وقت متأخر بسبب إرساله 3 مرات من قبل بشكل غير صحيح، ونتيجة لذلك لم يتمكن باريس سان جيرمان من إبرام التعاقد بسبب إغلاق سوق الانتقالات. يملك باريس الفرصة لمناشدة اتحاد كرة القدم الفرنسية بإعطائه استثناء، لكن التقارير أشارت إلى أن النادي لا يعلق الكثير من الآمال في تسجيل اللاعب المغربي الدولي. باريس سان جيرمان لم يستفق من خيبة الأمل الأولى التي يمر بها مع فشلهم ضد مالكوم جناح زينيت سانت بطرسبرغ، لتأتي الضربة الثانية بضياع صفقة زياش، كما كانوا يأملون أيضا في التعاقد مع ميلان سكرينيار في يناير، إلا أنه سينتهي عقده مع إنتر قبل أن يهبط في العاصمة الفرنسية الصيف القادم. من جهة أخرى يواجه نادي تشيلسي معضلة أوروبية بسبب عدد الصفقات التي أجراها الموسم الحالي، وضم تشيلسي كل من جواو فيليكس ومودريك مادويكي وبادياشيل وفوفانا وسانتوس مع الأرجنتيني إنزو فرنانديش قبل إغلاق سوق الانتقالات. سوف يواجه جراهام بوتر مشكلة تسجيل الصفقات الجديدة في دوري أبطال أوروبا، فالعدد المسموح به 3 لاعبين فقط من الصفقات الجديدة، لذا سيواجه البلوز أزمة في تحديد اللاعبين 3 الأنسب للتسجيل في قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا.